البيت ديالي كيف ما شفتوا معنا حنايا عاملين اللي في جهدنا وكيبقى حكم الله وبدعواتكم ان شاء الله نقدروا نوصلوا شي نتيجه. واخا حنايا في هذه اللحظه كخصنا غير ندف يعني مراسم الدفن تم بخير وعلى خير. انتما كتعرفوني انا دائما كيفاش كنبغي نوصل لكم ميساج من نقول لكم كنتمنوا، راه نتوما عارفين شنو كاين، لان كاين شي كلمات وتهديدات من تحت لتحت. وحيت واش حنايا زعما جينا غير انا وعبد الغني كصحاب لهم رحنا لقمه سهله؟ ماشي لقمه سهله، حنا خصنا نفوتوا هادشي الحمد لله يعني بالسلميه. هذا هو انا الحمد لله كيف قالت اخت حنان كيصحابو انا كاين بوحدنا، الحمد لله حنا ما كاينش بوحدنا. اول حاجه معنا الله سبحانه وتعالى ومعنا المتتبعين ديال يوميه انا وبناتي في طوكي، اخت مهدي الله يرحمها، ومعنا المتتبعين ديال اخت حنان الله يجزيهم بخير من النهار كاملين، هم النهار كامل هما كيعيطوا على المتتبعين ديالها وكيسولوا على القضيه فين وصلت، الله يجزيهم بخير. وكنبغي من هذا المنبر نشكر مغاربه نيوز مره اخرى والقنصليه والسفاره، وعارف بلي كلكم واقفين معنا ومضامنين معنا وشكرا لكم. والدعوات ديالكم ما تنساوناش من الدعوات، ان شاء الله نساليو هذا الشيء هذا بخير وعلى خير. وملي نمشيو ان شاء الله نشوفوا الوليدات عاوتا كيعمل معكم فيديو جديد ويطمنكم، عارفينكم نتوما كاملين في حنا باغيين تعرفوا، حتى حنا ما كرهناش اي حاجه عملناها في الدقيقه نوصلوها لكم، ولكن اليد قصيره في هذه اللحظه والعين بصيره. الحمد لله وشكرا لكم خوتي كاملين، الدعوات ديالكم كما قالت لكم الاخت حنان ما تبخلوش علينا من الدعوات ديالكم، يعني هما اللي موقفيننا دابا وداو مع الاخت بالرحمه والمغفره، وشكرا لكم بزاف. وتسناو ان شاء الله الجديد في القضيه ديال الاطفال ديال الاخت دياري، وشكرا يعني للجميع اللي ساندنا وباقي مساندنا وباقي معنا، والناس اللي كيسولوا فينا اللي عنده غير على بنات بلادو وما بغاش حق بنت بلادو تضيع. يعني كنقول لك شكرا لك بزاف خويا من هذا المنبر هذا، يعني ولاد الناس بحالك قلال، وانا اختي انا جيني باغي انا ما باغي حتى شي حاجه، يعني الا كان هو اللي يدير شي حاجه يعني الله ياخذ فيه الحق، يعني القانون ما نسمعش حقتي، ما كانش هو اللي يدير شي حاجه يعني ما كاينش عندي المشكل، يعني باقينا خوت نتفارقوا خوت، بغى دوك الدريات يديهم هو التقليد ديالو غيبقى عليهم هوايا. انا قلت لي اللي في جدي، قلت لي الناس باغيين يعاونونا، باغيين دوك الدريات يقراو كيف كانت باغا امهم، باغيين دوك الدريات يوصلوا. هو هادشي كامل ما تخش لي راسك، كيقول لي حدك كيقول لي هز خشك وسير في حالاتك. واحد اللحظه رجع عندي قبيله الاخت ديالو ويقول لي جابت لي كارني، قالت لي هكا هاد الكارني سير دي بي خشك للمغرب، يعني بغيتي دي خشك هاي سير ديها. قلت لي انا ما نقدرش ندي خشي للمغرب، اختي غتدفن في كينيا ولادها، يعني ندي كل شيء يا ما ندي، يعني ما نديش خشي بوحدها. هما يعني بحال تخربقوا، يعني بحال كانوا كيتسناونا حنا باش نجيو نديو مديحه ونجمعوا هذا الموضوع. انا ما غنجمعش هذا الموضوع، غنبقى حتى اخر لحظات وغنبقى نكافح تنشوف الحق ديال الخشي ان شاء الله، باش نمشي انا مرتاح والمتتبعين ديالنا حتى هما يبقاو مرتاحين من هذه الناحيه. بالنسبه للرافق وراه البنات اللي كنقولوا له حنايا هنايا، يعني التحاليل ودك التصريح اللي عملوا لنا ما كيطلع البنات الرافور ديالهم على شهرين او لا ثلاث شهور، هذه كمعلومه. كما قالت لك اخت حنان الرابور دابا قال لها واحد السيد كاين هنا في المستشفى، سولت على الرابور قال لها الرابور ما كيخرج ما بين شهرين وثلاث شهور، يعني انا ما نقدرش نبقى جالس هنا شهرين وثلاث شهور، فلهذا قررنا انا واخت حنان باش تدفن الاخت ديالي غدا ان شاء الله. واذا نقطع لك الهضره اخي عبد الغني، اذا على هذا القبيل حتى الوليدات ما غادي يعطيوهم لوشي مادام ما يخرجش التقرير، حيت هو حتى كيخرج التقرير عاد كيسلموا الوليدات للابوين ديالهم. هذه خصنا نعرفوها، هذه البنات حنا باقي ما مشيناش من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا الوليدات واش غيقدروا يسلموها من الاب ديالهم او لا. لا يعني قد ما حنا هنا جالسين وشي حويزات كيخرجوا اللي كيخليوك يعني يا اما غادي تعمل بناقص غادي تشد الموضوع، يا اما قد ما انتينا كتهضر قد ما انتينا كتسمع قد ما كنتينا كترجم وشي حويجات اللي كيخرجوا اللي انتريسان انا بيديك يدخل لي في راسي شي لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني يعني قضيه فيها ان انا نقدر في هذه اللحظه هذه نقدر نقول لكم بان حسيت اختي بشي حاجه ماشي هي هذه، لحد الساعه ما سمعتوهاش مني، ولكن في هذه اللحظه هذه انا تاكدت بان ما كاينش شي حاجه واخا ما تكونش كاينه، هما كيرجعوا كيعطيو ديك الاحساس بان كاينه شي حاجه والله اعلم. هذا هو الوريده ديالي. وبالنسبة كيف قالت لكم هي على حساب الأخت ديالو، قالت لها مابقاش ترجمي ليا، علاش مابقاش ترجم ليا؟ زعما أنا ما كنعرف والو وغتبقى ترجم ليا متى شي حاجة، هي غتمشي في حالها هي تمشي في حالتها وأنا نبقى هنا ما عارفش شي حاجة أش غندير؟ أنا يديروا داكشي اللي بغاو هما،
وهي الحمد لله السيده باقا واقفه معايا وما بغاتش تمشي يعني. وما الصباح حتى هي مسكينه يعني وهي اللي جري معايا وكتهضر ولا اله الا الله والله يخلص عليها الله يخلصها. كثرنا على فعل الخير ان شاء الله نبقى معك حتى نساليو المساله ديالنا كاملين نرجعو حنا سالمين غانمين والحمد لله. القانون في تركيا البنات راه واخد ماجره راه قبيله تهضرنا جبرنا وكيل الملك بحال اللي كنقولو حنايا وكيل الملك راه هو نيت غادي يحضر هنايا على الجنازه يعني القنصليه كنشكرهم بزاف جزاهم الله كل خير من اي واحد شارك. بالنسبه كيف قالت لكم هي دخلت هي الاستاذ اختي حنان دخلت دابا هضرت مع واحد السيد باش ناخذ الجنازه قال لها تيجي وكيل الملك يعني حيت جاي امر من عند القنصليه ومع عند السفاره وهادشي كامل كنرجع بالفضل ديال مغاربه نيوز اخ يوسف والاخ نشكر الاخ اللي في القنصليه اللي كيتواصل معنا مسكين واللي وصل الصوت ديالي واللي ما بغاش بنتي بلادو تضيع اكثر من ربعه ديال السوايع وحنا كنحاولوا نهضروا معاه ونرطبوا فيه. قلت لها انت اخويا عزيز يعني انت اصلا ما خدامش يعني ما عندكش عائلتك اللي كيبغيو ديك البنات يعني هز البنيات ونزو اختنا مديحه نعطيو ندفنوها في بلادنا يعني بلادنا يعني ما كاينش اللي غادي يفوتنا فيها وما كاينش اللي غادي يفوت ديك الدريه. باش جاوبني هو قال لي شوف هي بغيتي اختك ديها بحال الموقف يعني جابوا لي واحد الطريقه اللي بحال ما على بالوش بها قال لي بغيتي اختك ديها قال لي البنات ما غاديش تديهمش. قلت لي ماشي مشكل يعني ما غاديش انا البنات يعني ما نقدرش ندي اختي يعني في المد دفنات في المد دفنات الاخت ديالي خاصها تبقى قريبه للبنات ديالها. قلت لها انا كنطالبك مره اخرى قدام الاخت حنان وتا هي مسكينه علاش ما تورك عليا وعلاش ما ترطب معاه وعلاش مش يعني تا هي دخلت بواحد انهيار يعني صراحه قسما بالرب وليت انا باغي نصبر هي كيف ما كانت كتصبر فيا انا يعني وليت كنقول لي خويا عزيز دابا راني تما نوصلوا يعني ما نوصلوش لشي حل بهذا الشيء كدير فيه يعني من الاحسن يعني يلا معايا المغرب ويعني الدار ديالك اصلا كاين فيها غير انا والاب ديالي ونعيشوا مجموعين ومديحه تبقى فرحانه والناس اللي يدعموا القناه وتعيش بناتك بخير وعلى خير وهذه وهذه. قال لي لا انا ما نمشيش معك المغرب لي بناتك البنات بغيتي تجي تشوفهم تجي تشوفهم هنايا ولكن بغيتي تدي اختك ديها انا ما عنديش مشكل يعني بحال هو الاخت ديالي يعني ما على بالوش بها يعني بغيتي تديها ديها بغيتي ديها ما ديهاش يعني شي اللي درني في خاطري. والحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم الاخوان يعني انا فاش كنت في المغرب هضرت معاه قال لي بلي عنده الرابور ديال التشريح وقال لي بلي البنات كاينين حيت كانت واحد اللحظه كنت عيط لي انا ابيل فيديو كانت البنت ديال ام يارا في الدار عنده دوز لي البنت انا كنسحب لي البنات كاينين فاش طلعت فيديو قلت لهم بلي راه البنات كاينين في الدار فجيت لنا قلت لهم البنات قال لي البنات باقيين يعني عند الشرطه الخيريه قال لي باقي تسال التحقيقات كامله عاد باش قدرت تمشي ياخذ البنات يعني ايضا مني باقي هادشي كامل شاد لي تليفونات وشاد لي البنات والسيد كيدخل يخرج الهضره بوحدو يعني انا ما بقيتش فاهم والو هادشي كامل يعني مرضت بزاف قسما بالله العلي الجليل. وكان بغيت هذا الفيديو وصل للقنصليه والسفاره ووزاره الخارجيه والاخ. وبغيت نقول واحد الكلمه اللي انتبهت لها بزاف من عند الاخت ديال الزوج ديال الاخت مديحه اختنا مديحه الله يرحمها ويجعلنا متواجدنا قالت لي شو لا ما تبقى الترجم انتينا شوف كيفاش تعملوا توصلوا قبل منا نمشيو بحالكم الحطاي وحنايا غادي نوصلوا عليكم لان عارفاني ما عمق انا نهضر ونسمع شي حاجه غادي نترجمهم له هذه اللي خلات لي انا ارتبكت وزدت تستريس يعني ولا الانسان كيقول لك الحاجه اللي ما كانتش فيها مشكوكه ما كانتش غتقول لي او نتوما كنتو غير تمشيو وحنايا الله حقو عليكم هذه اللي خلاتني انا زدت تاكدت بان كاينين شي حويجات اللي حنايا ما عارفينهمش وحتى شي واحد ما عارفهم حتى الاسلوب ديال الكلام سبحان الله راه فيه وفيه كاين اللي كيهدنك كاين اللي يعني اش غنقول لكم الاستفزاز كاين الاعصاب كاينين الغيار كاين يعني اي حاجه ما تتمناوهاش نكافر بالله راه كاينه حاضره عندنا وحنا كنصبروا بعضياتنا نتمنوا من الله دابا تخرج ناخذوا الجنازه ديالنا ونمشيو ندفنوها حتى غدا ان شاء الله عاد عليكم مراسم الدفن يعني كاين شي حوايجات اللي ما كنقدروش نقولوهم لان كاين بعض الضغوطات ماشي ضغوطات البنات يعني استفزاز يعني منه استفزاز منه ضغوطات انا ما حرفتليش ما حرفتليش قسما بالله البنات اللي متبعين معايا راني عارفين شنو عملت وشنو قدرت نعمل ولكن في هذه اللحظه هذه ملي فيها الاخت مديحه وكخصها تتفهم كنعطيه قلبي نتمنوا من الله الدعوه ديالكم ما تنساوناش نتوما غير بالدعوه ديالكم الدعوه مع المرحومه الله يسهل عليها هذا الدفنه البنات ويصبر الاخ
عبد الغني اللي قسما بالله اللي مقطع لي في القلب ديالي، راه ملي جا هو القلب ديالو محروق هو يبكي كنقول له صبر اخي يعني دابا كلشي غادي يزول. نتمنوا من الله شتي ولا كانت مكتب لا غتدفن في هاد الاضرع تدفن، كانت مكتب لا غتمشي عندك في الارض السعيده راه غادي تمشي. هذا هو. وشكرا للاخوات والاخ اللي كيتواصل مع عبد الغني شنو اسمه مغاربه نيوز مغاربه تيونس، تحيه ليلو. دابا ساعه هو يعيط له التواصل معنا. الله يسهل ما صعب، هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. وخلي الكلمه للاخ عبد الغني. بالنسبه كما وعدتكم انايا اليوم كنت تواصل مع الاخت حنان الله يجازيها بخير، يعني كيوفات بالوعد ديالها ولقيتها كتسناني مسكينه قدام المطار.